شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير مودنا. مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم رح يكون لإلكم. أول إشي شكرا لدانيا نيوز، شكرا كتير على الطريقة اللي وصفتي فيها القناة وعلى أسلوبك الحلو ولأنك إنسانة كتير منيحة. وتاني إشي شكرا لكل حدا منكم لأنكم إجيتوا تستكشفوا العالم الصغير اللي عم نبنيه سوا، لأنكم إجيتوا تكونوا جزء من هذا العالم. شكرا لكم لأنكم حبيتوني بدون ما تعرفوني وحكيتولي أحلى الكلام. شكرا من القلب على دعمكم ومحبتكم اللي لو تعرفوا قديش حسنوا معنوياتي ونفسيتي وأعطوني دافع وقوة وكبرتولي أحلامي. شكرا لأنكم أعطيتوني فرصة أعبر فيها عن حالي بدون ما أخاف وبدون ما أتصنع. شكرا لأنكم عم بتساعدوني نبني مع بعض مجتمع صغير أساسه المحبة والمودة والطيبة والاحترام والثقة. شكرا على وجودكم لأنه نعمة من رب العالمين ما رح أنساها مدى حياتي. إلكم مني كل الحب والاحترام يا عائلتي الجميلة. آخ لو الحياة دائما كئيبة وكلها أبيض وأسود، ما بحب الألوان، حتى الهواء هاط، النسيم حلو. مين هذيك؟ شايفها قبل المرة؟ لا لافندر، هاي لافندر؟ لافندر شفتك، شو بتساوي عندك؟ أكيد تخطط لأي شيء عشانك بتكرهيني. استني هيني جاي، استني. مين هذا؟ هذا بن؟ هي شافني، لازم أهرب للقاء يا أصدقائي. بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.